السلام عليكم ورحمة الله، معاكم علي حسن. احنا النهاردة هنتكلم عن محتوى القناة بتاعتي اللي هي قناة تعلم التصميم والمونتاج والجرافيك والطباعة. وطبعا عندنا يا جماعة هنتعلم ازاي تعمل بلوجر، ازاي تعمل قناة يوتيوب، ازاي تعمل يعني ايه وورد بريس، يعني ايه مدونات وورد بريس والبلوجر. طبعا هنتكلم في سلسلة المونتاج، بتبدأ مثلا ببرنامج زي كامتازيا، بتنتهي ببرنامج البريمير والافتر افكت. عندنا مثلا في المونتاج هنتكلم عن برنامج ادوبي بريمير، ادوبي افتر افكت ده في الجراف. عندنا هنتكلم عن ايه الفرق بين البرامج بتاعتنا، اذا كان سوني فيجاس، اذا كان كامتازيا، اذا كان بريمير، اذا كان فيلمورا، اذا كان موفي اي في ار، اي حاجه من دي ان شاء الله هنتكلم عليها. ومن ناحيه تانية هنتكلم عن الفروق، يعني وهنشرح برنامج الفوتوشوب واللايت روم والاستريتور وانديزاين، وهنتكلم عن ادوبي اوديشن ان شاء الله. وطبعا هنتكلم عن برامج 3D، وعندنا سلسله كبيره للطباعه ان شاء الله. هنعرف يعني ايه طباعه، هنعرف يعني ايه ورق الطباعه، هنعرف يعني ايه كل انواع الطباعه، هنعرف يعني ايه طباعه سبليميشن، هنعرف يعني ايه طباعه سلك سكرين، ويعني ايه شابلونه، هنعرف يعني ايه طباعه بانرات اندور واوت دور. هنتعلم حاجات كتير، هنتعلم الربح من اليوتيوب والانترنت، هنتعلم الربح من البلوجر والورد بريس، هنتعلم المدونات، هنتعلم ازاي تعمل موقع، موقع طبعا جوجل هو اللي بيبقى مديهولك. وطبعا انا اتشرفت ان الاستاذ محمد عليه واداني الفرصه دي اني اطلع عنده على قناته، يعني فيا ريت تشتركوا في القناه عندي عشان تشوفوا كل جديد وكل حديث، وان شاء الله هنتعلم كتير جدا مع بعض. شكرا لكم.